السلام عليكم، تحية لكم جميعا. صراحة أنا ما عنديش مع الأحزاب، ولا أعتقد أن الحزب من الإمكان دياله أنه يمشي بعيد في اللعبة السياسية في المغرب. ولعل المتتبع للتاريخ السياسي في المغرب، تاريخ الأحزاب السياسي والتاريخ ديال الحكومات، سيجد بأن أعتى الأحزاب السياسية لم تستطع الخروج عن الحدود المألوفة والمرسومة لها. مثلا الحكومة ديال اليوسفي رحمة الله عليه، الحكومة ديال عبد الله إبراهيم، وإن يكن يعني كانت حكومة في البدايات، الحكومات اللي ربما كانوا فيها مجموعة من الوزراء اللي لعبوا في التاريخ ديال المغرب واحد الدور اللي هو كبير. وهذا الشيء اللي كيعطيني واحد القناعة راسخة بأن هذه الأحزاب رغم تجذر بعض مناضليها لن تستطيع أن تصل إلى ما تصبو إليه. وخير مثال على هذا نجد الأمينة العامة ديال الحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، وكذلك عضو حزب الاستقلال وعضو حزب التجمع الوطني الأحرار السابق عبد الرحيم بوعيدة، مثالين يحتذى بهما في مجال الدعاية والتحريض لمشاكل الشعب المغربي. وفي هذه الحلقة هذه غادي نهضروا على واحد الموقف يحسب لنبيلة منيب كنائبة برلمانية، هو الموقف من واحد الشخص اللي هو معطل، ومن واحد الإضراب ديال واحد الجمعية ديال المعطلين في المغرب اللي كيخوض إضراب بطولي عن الطعام. اليوم يصل إلى 36 يوم إضرابا عن الطعام. تعرف شو هي 36 يوم؟ هناك من سيقول بأن المسألة عادي، 36 يوم كيقولها غير لسان، أنا مضرب عن الطعام ربما لما يزيد عن 6 مرات، وأعرف جيدا شنو هو الإضراب عن الطعام، عارف مزيان. شتي لما كانتش عندك القناعة راسخة والقضية اللي كتدافع عليها مآمن بها، وكتعرف راسك باللي مظلوم محقور وما عندكش خيار آخر، عاد كتدخل في الإضراب عن الطعام. يعني حتى كتأكد من هذا الشيء كامل خص تكون عندك قناعة، دافع حافز اللي يخليك أنك تستمر في الإضراب عن الطعام، لأنها أصعب نضال ممكن يخوضه الشخص في حياته النضالية. أصعب نضال هو معركة الإضراب عن الطعام. ياسين بوعملات اللي هو مناضل سابق في الحركة الطلابية ومناضل في صفوف الجمعية ديال المعطلين، قلت دخل في حالة خطيرة جدا استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الجامعي، حيث أمر الأطباء اللي شافوا الحالة ديالو بالإبقاء عليه في المستشفى الجامعي في واحد الجناح. بعد الفحوصات، بعد فحص ياسين غادي يلقاو لأنه عنده مشكل على مستوى واحد الكلية اللي ما كتشتغلش مزيان، على اعتبار أن الإضراب عن الطعام كيسبب بحال هادشي، كيسبب القصور الكلوي، كيدير السكري، كيدير مجموعة من الأمراض المزمنة، أمراض على مستوى الجهاز الهضمي، على مستوى المعدة، يعني جميع الأمراض بعد مدة معينة من الزمن غادي تكتشف لأنه كتمرض بشي حوايج، والسبب هو الإضراب عن الطعام، على اعتبار أن المضرب عن الطعام في غالب الأحيان كيشرب الماء وكياكل السكر، وهذا الشيء خطير على الصحة ديال الانسان فيما بعد في حال ما الى نجا. ولكن حاليا كنشوفوا بلي ان 36 يوم اضراب عن الطعام ربما ياسين يسير نحو الشهاده. ونبيله منيب هذا الموقف اللي خلاها انها تراسل كنائبه برلمانيه وتقول وتعرف بالقضيه ديالو في الوقت اللي النواب ديال الامه، الناس اللي من المفترض انهم كيمثلوا الشعب المغربي، ما هضروش على هذا الموضوع هذا، كما ما كيهضروش على مجموعه من المواضيع اللي كتهم الشان العام المغربي واللي كتهم عموم المواطنين. السؤال اللي كيطرح هنا ايها الاخوه والاخوات،
واش ماشي من حق شخص كونته الدولة وصرفت عليه مجموعة من الأموال في التعليم ديالو، في السكن ديالو، المنح، وفي التالي هذا الشخص هذا واش ما من حقوش أنه يشتغل؟ من حقش أنه يطالب هذه الدولة هذه توفر له واحد الشغل كما كنقولوا فيه الكرامة الإنسانية، ماشي يمشي يبيع البوش، ماشي يدير مبادرة، يعطيو المبادرة الوطنية يمشي على البوش، ولا يمشي يسوق، ماشي لأن هذه المهن ماشي مزيانة، ولكن لأن الشخص قرا على واحد الحاجة، في التالي غادي يبقى يدير واحد الحاجة أخرى. ما إلا كان هكاك من الأول يخرج يمشي يدير البني ولا يدير شي حاجة، ماشي حتى تدي ماستر، تدي دكتوراه، تدي إجازة، وفي التالي يقولوا لك لا احنا ما باغيينش هذا الشيء، اسمح لنا. والمشكل انه حاليا كاين احصائيات كتعطيك ثقلة لهذه الدولة ولهذا السيل اللي كاين في الدولة. كاين احصائيات نشرت، المشكل نشرت في مواقع صحفية مغربية، انا ما اعتقد فيس بريس، كيقول لك النسبة ديال الناس اللي كيشتغلوا، النسبة ديال الناس اللي ما كيقراوش كيشتغلوا أكثر من الناس اللي قراو، يعني حاملي الشواهد معطلين، في حين أن الناس اللي ما عندهم الشواهد خدامين. هذا الشيء يمكن كيجيك غريب، ولكن غادي نعطيكم التفسير، تفسير ربما يعرفه أي واحد غير اللي ما انتبهش لهذا التفسير وصافي. الدولة حاليا تحتاج إلى أشخاص ماشي يكونوا على درجة عالية من التعليم، كتحتاج مثلا بدل أنها تخدم انجينيور كتجيب تكنيسيان. علاش؟ لأن ديك الخدمة اللي غادي يدير لها انجينيور غادي يدير لها التكنيسيان، هي كتفضل أنها تخدم واحد الانجينيور وبزاف ديال لي تكنيسيان على أنها تخدم بزاف ديال لي زانجينيور. كاين ما يسمى بترشيد النفقات بين قوسين، ولكن هذا ترشيد النفقات ما كيداش في مجموعة من المجالات الأخرى الحقيقية اللي خص المغرب ينفق يدير فيها ترشيد النفقات. أما في المجال بحال هذا فيجب القضاء على البطالة، لأنها السبب في الآفات الاجتماعية، السبب في مجموعة من الظواهر الاجتماعية، الانحراف، الجريمة، بزاف ديال الحوايج السبب ديالها هو البطالة. لأن الشخص مما كيلقاش الدولة كتساعد في الخور، فين كيمشي؟ كيمشي للجريمة، كيمشي يدير شي حوايج اللي ماشي مزيان، وتما غادي تديه للسجن وغتبقى تخسر عليه الفلوس الدولة. وحاليا كيتبناو سجون بزاف والخور، علاش؟ مانيش عارف علاش. واش حنا باش نقضيو على الظواهر الاجتماعية اللي ماشي مزيانة كنجيو حنايا كنقولوا لا غيتزاد الانحراف، يعني خصنا بطبيعة الحال لأنه ما كاينش استراتيجيات. كما قال واحد السيد، السجن أصبح بديلا عن الواقع، لأن السجن فيه الماكلة، فيه الشراب، تمشي تنعس برا، الماكلة غالية، الكلى غالية، الكسوة غالية، كل شيء غالي، وبالتالي فالسجن ولا عند بزاف ديال الناس بديل عن الواقع. أنقذوا حياة ياسين، وأنقذوا كذلك حياة كل الشباب العاطل عن العمل، باش بتدخل الجهات المعنية من أجل وضع حد للبطالة في المغرب. لأن صراحة باش واحد الشخص يكون عنده دكتوراه ولا ماستر ولا إجازة ويكون عنده مشكل أنه يدبر 10 دراهم باش يتقهوى، راه فضيحة تحسب على الدولة، ماشي يعني طامة كبرى، ماشي بالنسبة لذاك الشخص، ذاك الشخص غير بوحده، ولكن بالنسبة للدولة فهي كارثة عظمى بكل ما تحمله الكلمة من معنى. تحية للأستاذة نبيلة منيب، وتحية لكل المتضامنين مع قضية ياسين بوعملات، ومع كل المناضلين المعطلين وكل الحركات الاحتجاجية في المغرب. تحية عليا وإلى اللقاء.